سنقرأ كشف روحاني قوي جدا للبرج صاحب الشخصية الرائعة جدا والمميزة. هو مزيج من جميع الأبراج، كون شخصيته الرائعة. لديه طاقة روحانية كالسحر، قادر من خلالها توقع الأحداث القادمة. أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا، برج الحوت. نبدأ بسحب الكروت يا أصدقائي. بسم الله. الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي، والأشخاص الجدد على القناة ما ينسونا بالاشتراك، ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى. نرى يا أصدقائي كيف الأحداث القادمة من 1 إلى 7 الشهر، طبعا شهر 2. بسم الله. ستطلب المساعدة من أحد الأشخاص العزيزين جدا على قربك والمقربين من حولك وهو من الدائرة الثانية. هذا الشخص ما رح يقدم لك يد العون، ما رح يساعدك، ورح يقدم لك الحجج اللي ما إلها داعي من الأساس. علما هذا الشخص كنت دائما مده بيد العون وتساعده وعمرك ما رديته، خائب. هذا الموضوع سيشعرك في الوحدة رغم كثرة الناس حولك أحيانا. ولكن يا صديقي يا برج الحوت، طلع على الكوب المليان، إنه هذا الشخص بيّن حقيقته أمامك وما ظليتك مخدوع فيه. قد تضطر لأخذ بعض القرارات المصيرية مع الحبيب، وخصوصا الأشخاص اللي عندهم شريك حياة مستقبلي. كيف يعني شريك حياة مستقبلي يا أصدقائي؟ يعني بكون في شخص متفق أنت وياه على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل، وخصوصا تغيره في الآونة الأخيرة، وتشعر أنه هو مش هو. كيف يعني هو مش هو يا أصدقائي؟ يعني لما تحكي معه زي كأنه واحد معبي راسه عليك، وخصوصا أنه تشعر أنه شاكك فيك، أنه في عندك علاقة ثلاثية. هذا الموضوع يشعل في قلبه نار الغيرة. حاول صديقي برج الحوت انك تزيح الغباش عن عيونك وتعرف هذا الشخص اللي بيحاول زرع الفتنة، وايضا هدفه اللي يصير انفصال. انت بتعرفه جيدا، وهذا الشخص كالثعبان بحياتك امامك، بتحسه كالملاك وممكن احسن الاشخاص الك، بس بستنى تلف وجهك، ما راح يتردد بغدرك وخيانتك، ويستخدم أسرارك كأسهم ويرميك بها. حاول أنك تكثر من قراءة القرآن الكريم والاستماع للرقية الشرعية، والله يحماك بحمايته من هذا الشخص السيء، لأنه ما راح يتوانى أنه يقوم بأعمال ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السحرية والأعمال السفلية. الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه. تزداد جمالك، خصوصا عينيك اللي فيهم بريق كالسحر. استجذب الأشخاص إليك، يعني لما تكون ماشي في الطرقات تطلع الأشخاص إنهم بحدقوا فيك النظر، تتطلع عليهم بتحكي هذول الأشخاص أول مرة بشوفهم. هذا بسبب الطاقة الجذب اللي راح تكون في عندك. المعجبين كثر حولك، فالفرصة متاحة
لزواج ناجح وخصوصا للأشخاص العازبون أو المنفصلون، سيكون أغلبها زواج تقليدي مثل مدلة من أفراد العائلة أو الأصدقاء. والله يوفق كل راسين في الحلال، وألف ألف مبروك للي بحالفهم الحظ من مواليد برج الحوت. ولكن قلبك من ناحية أخرى بتذكر واحد من الماضي رغم أنه آذاك، وأيضا ضيع عليك أهم أيام حياتك وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها، ولكن قلبك الطيب لساته بكن له كل الحب والتقدير. هذا الشخص بعد ما جرب غيرك عرف أنه أنت جوهرة صافي، سيحاول التواصل معك من أول وجديد بهدف أنه يتقرب منك ويعيد الأمور إلى مجاريها مثل ما كانت في السابق. احذر من هذه العلاقة، قد تدمر مستقبلك. اعلم يا مولود برج الحوت، لما تكون بعلاقة فيها خيبة آمال أنك بتضيع أهم أيام حياتك من ناحية، ومن ناحية أخرى بتضيع فرص عاطفية كنت ستحصل عليها بالفترات القادمة. نرى يا أصدقائي شو مخبالكم أيضا بالفترات القادمة. بسم الله. تظل الفرص متاحة لمكاسب مالية سيكون أغلبها أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه، وهناك مال سيعود لك، يعود كعمل قديم قمت به أو كدينة أنت كنت مدينها لشخص فاقد الأمل أنها تعود هذه الدينة إليك. ما بموت حق ورا مطالب يا أصدقائي، طالب بحقك وبإذن الله تعالى آخريته الحق برجع لأصحابه رغم الجميع. ستحظى بلحظات رائعة جدا مع الأصدقاء، وخصوصا في رحلة ترفيهية في المناظر الطبيعية، وأنت بهذه المناطق تستعيد طاقتك الروحانية، ستكون قادر من خلالها أن يأتيك إلهامات تأخذ فيها القرارات الحاسمة اللي كانت مش قادر تأخذ فيها قرارات نهائية، مثل الأمور العاطفية مش عارف تكمل فيها أو أنك توقف، أو حتى في الأمور المهنية والاجتماعية. وأيضا تقدر تستعين بأحد الأصدقاء المقربين من حولك، ما رح يبخل عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام. نكمل يا أصدقائي، تكون نشيط جدا اجتماعيا وخصوصا على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتساب وأشياء من هذا القبيل. تتلقى منشوراتك العديد من الإعجابات من أصدقائك الجدد وأصدقائك القدامى. حاول قدر المستطاع إنك تركز يا صديقي برج الحوت على أصدقائك الجدد، فهم يحبوك بمعنى الكلمة. امنحهم الفرصة وما رح يخيبوا آمالك بإذن الله تعالى. هي قراءتكم ما خلصت يا أصدقائي، بس إذا كمل قراءة برج الحوت بدي ساعة على الأقل. قبل ما أكمل يا أصدقائي بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية يتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر. اللي ما بيحالفه الحظ هذه المرة ما يزعل، إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون أحد الرابحين معي بهذه القراءة. أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف.
ومرات بكتبه في التعليقات. أما الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة، القراءة عبارة عن كشف كامل روحانيا عاطفيا ومهنيا، توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى، وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة بحاجة لنقاش بشكل مباشر نتناقش فيها، وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل، أو قد نتعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية. دائما يا أصدقائي لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي. كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل.